صباح النور سيدي الكريم ورمضان كريم. رمضان الكريم، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. إذا دعني أبدأ من سؤال أولي طبعا، وهو ما الأسباب برأيك التي أو الأسباب التي دفعت بشركة سونان الغاز إلى القيام بهذه الخطوات على مر السنوات الأخيرة، طبعا من 2017 لغاية 2022. طبعا خطوات في كل مرة كان حسب مخطط ربما أنتم أدرى به للعمل وفقه طبعا، لكن تحدث عن الأسباب اللي خلات الشركة أو هذا المجمع يقلص عدد الشركات أو الفروع التابعة ليه؟ والله هي أولا هي تبعا لتعليمات السلطات الأمومية في ذلك، والتي تهدف إلى ترشيد الناس ورفع نعم كذلك الكفاءة في ممارسة مختلف المهن الخاصة بسونيغاز، والهدف بتاعها هو أولا هو هدف يعني باش نضم له نوايا حسنة في التمويل، وكذلك طبعا سيرونا في التمويل بطاقة الكهرباء والغاز. أشارت سونيغاز هذه العملية لتعتبر عملية تاريخية وعملية جد مهمة وعملية كبيرة تهدف إلى إعادة هيكلة نشاطها. العملية بوشيرت في مستهل جانبي مع تولي السيد رئيس المدير العام السيد مراد عجان مهام المجمع وتسيير شركاته. إذا سمحت بتخفيض عدد الشركات للذكر وللتاريخ، فقط منذ 2017 كان فيها 44 شركة كفرع لمجمع سوني غاز. في نهاية العام الفارط وصلت إلى 26 فرع، وحتى الآن في هذا الشهر وهي العملية التي صدم عليها منذ يومين قلصت أو تم تقليص فروع شركات سوني غاز إلى 14 شركة. إذا راكم شفتوا الفرق ما بين 44 شركة إلى نعم 14 شركة لمجمع سوني غاز. نعم برأيك هل هذا التقليص فعلا راح يعطي للشركة أو للمجمع أو سيضمن له فعلا تخفيض تكاليف الإنتاج؟ هل فعلا راح يرفع من الكفاءة وكيف ذلك؟ وأيضا سياسة ترشيد النفقات، لأنه تحدثنا عن نعم سيدي، الأسباب أستاذ خليل، تحدثنا عن الأسباب، قلنا بأنه أو كما أعدت الزميلة سوريا شعلان خلال التقرير بتاعها تحدثت على الدين، تحدثت على أسباب أخرى، الدين، جائحة كورونا أيضا، كثير من الأمور، ربما حتى التحديات القادمة. نعم. أولا يعني نبدأ يعني وضع تاريخية، وفقط للسنين الفارطة هي سنين جد صعبة، سنين أزمة اللي مرت عليها مجمع سوني غاز عامة، بداية أو قبل الكورونا وقوف سوني غاز مع الزبون عند تعليق قطع الكهرباء والغاز، لم يكن فيه مشاريع يعني يتم إنجازها رغم يعني المشاكل المالية اللي تكبدتها سوني غاز، عدم تسديد الفاتورات، عدم تسديد العديد من المشاريع. وكانت قبل الكورونا وفقط كان انطلاق برامج السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ربط مناطق الظل، كذلك المحيطات الزراعية، كذلك السكنات، المشاريع الكبرى للسكنات، وكذلك المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. إذا سوني غاز تعتبر حلقة لا يستهان بها، وحلقة جد كبيرة في تنفيذ هذه البرامج، برنامج السيد رئيس الجمهورية. احنا كمؤسسة طموحاتنا هي تندرج في استراتيجية برنامج رئيس الجمهورية. لما نشوف هذه البرامج لتجسيدها في الواقع لازم لها طاقة، لازم لها كهرباء، لازم لها غاز، لكن احنا باش نواكبوا هذه البرامج لازم لنا شركة قوية، شركة عندها قدراتها وكفاءاتها، سواء كانت من المورد البشري أو حتى من التحكم في التقنيات وإنجاز هذه المشاريع. حتى الآن احنا مناطق الظل وصلنا إلى خطوة عملاقة، المناطق الصناعية كذلك، المحيطات الزراعية جد متطورة. هذا البرنامج احنا لنا الشرف أننا نكون على قدر ثقة هذا البرنامج الكبير لبرنامج رئيس الجمهورية. إذا باش حنا نكونوا أقوياء وشركة سوني غاز تكون قوية، أولا لازم تكون قوية على الجبهة الداخلية.
على الجبهة الداخلية تم عملية تقديس هذه المورد أو البشري وإدماجه في العديد من الشركات. نعم. بالنسبة أستاذ خليل لو سمحت، بالنسبة لقضية نعم بالنسبة لقضية المورد البشري، ربما السؤال اللي يتم طرحه، احنا نعرفه انه ربما لما تكون شركة ويكون مجمع كبير كاين فروع شركات اخرى تابعة ليه، عادة ما يكون هنالك فارق في مثلا الرواتب مثلا في من شركة الى اخرى، هل هذا التقليص اللي راح تعتمده شركة سونا الغاز هل راح يجعل او يحقق هنالك عدالة ومساواة ربما في من ناحية الاجتماعية، خلينا نقول من ناحية الرواتب هذه؟ نعم، وهذا هو المبتغى. المبتغى أولا سيد رئيس المدير العام لجمعية سونا الغاز سيد مراد عجال، الحاجة اللي ضمنها للعمال، أولا مكتسبات العمال تبقى محفوظة، ثانيا لما تم إدماج العمال في شركات كبرى عندها يعني ثقلها، مثلا سونا الغاز توزيع عندها تحت 40,000، وتمثل سونا الغاز توزيع تمثل حوالي ثلث من مجمل عمال سونا الغاز اللي هما 100,000 عامل. ثم كذلك إعطاء الفرصة للعديد من العمال باش يكون لهم مسار مهني متطور، فيه مثلا لما تم إدماج حماية المنشآت شركة يعني الأمن، يعني شركة الأمن لحماية المنشآت، فيه عمال عندهم مثلا شهادات جامعيه كبيره وقاعد يخدم اجون سيكوريتي، يعني يقرا ويخدم اجون سيكوريتي، يخدم في الليل اجون سيكوريتي وفي النهار يقرا، عنده شهادات. هذه عطينا لهم الفرصه واصبحوا حتى مدراء ويعني يمشي يتماشوا مع السلم المهني لسوني غاز. اذا المكتسبات محفوظه، المسار المهني عطيناهم فرصه للشباب، وثانيا استغلال هذه الكفاءة المهنية والتكوين البيداغوجي الأكاديمي لمجمع سونا الغاز. لذلك احنا القوة تاعنا اولا قوة المورد البشري و يعني باش تجميع المواد المادية. درك عندنا احنا ولا عندنا شركات قوية مثل شركة سونا الغاز توزيع، شركة سونا الغاز لإنتاج الكهرباء، شركة سونا الغاز لإنتاج الغاز، شركة سونا الغاز لنقل الغاز، وشركة سونا الغاز للخدمات. إذا العديد من الفيديا يعني الفروع اللي كانت يعني منتشرة نوعا ما تلموا في سونا الغاز الخدمات، هكذا باش يكون التحكم في التسيير ناجح في التسيير، والأهم والمهم باش نقدروا نواكبوا نرافقوا التنميه سواء كانت محليه او حتى وطنيه لكل المشاريع اللي تقوم بها وعندها سونا الغاز مكلفه بها. جميل. استاذ خليل هدنا ناطق رسمي باسم شركه سونا الغاز، كنت معنا عبر خدمه سكايب، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم طبعا التوفيق لكل مؤسسات